لم يكن سهلا علينا أن نغادر مدينة السويس، والأصعب على النفس أن نغادرها وحدنا بدون أبي، لكننا مع ذلك غادرنا ذات لحظة واجمة تجمد فيها كل شيء، الزمن والهواء والماء في وجوه أمي وإخوتي. غرقنا في ذهولنا يوم تأكدنا من النكسة ومن أن الجيش المصري قد تاه وتشرد في الصحراء، وأن جميع مطاراتنا الهشة قد تم تدميرها قبل أن يبدأ تدمير بيوتنا كالأوزة المهيضة الجناح. تجولت أمي في كل أنحاء الشقة مرات لا حصر لها، أتت في كل مرة بشيء جديد نسيت وضعه في الجولة السابقة، حتى فرد الشباشب القديمة التي تقذف بها القطط وتسحق الصراصير عبأتها في السرة الأخيرة التي لم تربطها بعد، فيما تخلفناها صامتين جالسين فوق البطاطين والألحفة والمراتب والوسائد المبرومة المربوطة الممددة كجثث قتلانا في شوارع المدينة وكل حواريها تنتظر من يرفعها. وقالت لأبي المتقرفس على عتبة الباب مستغرقا في شروده الحزين، مرتديا بدلته الصفراء الكالحة التي يتسلمها كل عام من هيئة السكك الحديدية كعامل دريسة، وكانت يد أمي ممسكتين بأطراف السرة واستعدادا لربطها. إيه، رجعت نفسك؟ نعم، قالها مبطورة غامضة غاضبة. هتيجي معانا؟ لا، خرجت من فمه دون أن يحرك شفتيه، حاسمة قاطعة نهائية. في الحال شرعت أمي تربط السرة بعصبية شديدة كأنها تقفل على الموضوع إلى غير رجعة، وكان وجهها الفلاحي العتيق المدور قد تكور وانعجن في بعضه. صارت قامتها القصيرة السمينة المدملجة تهتز وهي تقرط على الرباط بقوة، تعقد فوق العقدة عقدات. من يراها لا يقتنع أن هذه الشابة النشطة القوية العضلات قد أنجبت 5 صبيان، أصغرهم أنا في معهد الخدمة الاجتماعية وأكبرهم حلق السيدات كسيب. أغرى إخوته 3 الباقين بالانتساب إلى نفس المهنة، و3 بنات تزوجنا في بلاد مختلفة. أخي الكبير محمد جاء بالسيارة، فوجئنا به يصعد في صحبة التباع قائلا لا يجب أن يسرقنا الوقت، فشرع التباع يحمل أول لفة فراش على ظهره بمساعدة إخوتي. فقال أبي كأنه يريد أن يكسر مجاديفنا بالخوف، فلربما تراجعنا عن الرحيل. ربنا ينجيكم من الغارات، ابعدوا عن طريق الكنال. قالت أمي الرب واحد والعمر واحد. عندك حق، لو كان مكتوب لنا الموت كنا متنا من زمان، هي أعمار بيد الله. دانة المدفع كانت بتعدي جنب بيتنا وتخش بيت الجيران، في المرة الجاية تصطادنا بعد ما بقت شقتنا عريانة. يا ستي، أو أحسن من الشحطات والبهدلة في بلاد الناس. الحمد لله إن لنا أهل في كفر دمليج في المنوفية، نروح عندهم بكرة يزهقوا حتى من نفسهم. نقطنا أنت بوسكاتك، ربنا معاكو، سلمولي على دمليج وأهلها وخصوصا أهلك كلهم. مش هسلم على حد. أنت حرة، الله الغني. اللي عاوز يسلم على حد يروح يسلم بنفسه. عند ذاك لذا أبي بالصمت، صار يتفرج على العفش وهو يخرج قطعة قطعة. أخيرا نطق طب وهدومي؟ هنا هو، وأشارت إلى سرة جنبتها فوق ملة السرير الخشب الذي صار عاريا كجسد عجوز شكله منقر. وكنت آخر المنصرفين، فراقبت أبي وهو يشيع الجميع واحدا واحدا، ومع كل واحد تنهار من ملامحه كتلة من الدماء حتى بدا أصفر الوجه متغضن الملامح، تعيسا ضعيفا مهزولا كطفل تركه أهله في صحراء موحشة وقد تحجرت الدموع في عينيه من فرط الرعب. ثم انتبه لوجودي فردت الدماء في ملامحه قليلا، لاذت بي نظراته المتلهفة وأنا أغادر باب الشقة. طفرت الدموع من عيني ودو في الفضاء هدير القنابل الصاروخية فزلزلت الكون كله، وانتفضت أنا كريشة في مهب الرياح، في حين بقى هو متجمدا في مكانه لا يقوى على الحركة، مع أن الجدار من خلف ظهره قد ارتج. وجدتني أقول له فجأة أنا هفضل معاك، واللي يحصل يحصل، واللي يجرى عليك يجرى عليا.
هتف كمان ردت فيه الروح: راجل زي ابوك، ان شاء الله انت اللي هتنفع فيهم. شعرت كأنه يرشوني ليغريني بالبقاء، فثمت رعشة في صوته أنبأتني بأنه رغم ترحيبه ببقائي خائف علي من هذا البقاء. جريت إلى الشباك المطل على الحارة، فتحته وصحت بأعلى صوتي: أنا هفضل مع أبويا، توكل أنت على الله. لكن السيارة كانت تحركت بالفعل، ظنا منها أنني ركبت معهم، فلم أكرر صيحتي. أغلقت شباك وجلست في مواجهة أبي، وقد شعرت أن خيطا ما كان يربطني بالحياة قد انقطع وانتهى الأمر. نبت في ذهني خاطر يشي بأنني ربما نجحت في إقناع أبي بعد يوم أو يومين بالرحيل، معزيا نفسي بأنه لابد سيضطر إلى الموافقة رغما عنه بعد أن تزداد الحالة سوءا، سيما وأن القصف العنيف لا يتوقف إلا ليعطي الناس وهما بالتوقف لكي يستأنفوا الحياة فينقض عليهم من جديد. غرقت المدينة في جب ظلام حالك ذي سقف سميك تلمع فيه بوارق اللهب الخاطف، وكأن مردة الظلام يخرجون ألسنتهم الساخرة العابثة. ما أن يختفي بريق اللهب حتى تنفجر السماء من فوقنا ومن تحتنا من حوالينا، ورائحة البارود ممزوجة برائحة الخوف، برائحة عواصف التراب العطن المتصاعد من جوف هديم متراكم لا ينتهي يتجدد بلا نهاية. طعم التراب والدخان يبقيان في حلقي، في أنفي، في صدري، تراب عتيق لزج رطيب زنخ كعرق العبيد. لذوي الانفجارات طبقات صوتية متعددة ذات ترددات تنداح في الأفق لترتد عائدة، وقد ضعفت وازدادت كثافتها فتضرب جدران البيت في مقتل. تنفجر الثواني والدقائق تتفتت وتتبعثر يستطيل عمر الرعب. دربت أذني على تمييز صوت انشراخ الفضاء من صوت انفجار القنبلة، من صوت انهيار الجدران على الأرض وانكفاء عمائر بأهلها فوق بعضها. ما بين حين وحين يعبث الهواء المسموم المليء بالخبث بصوت صراخ بشري ما يلبث حتى ينكتم في الحال، وعويل نساء يتطاير مترنحا في الهواء كطائرات ورقية سرعان ما يصادفها التحليق فالاختفاء التدريجي. ومثلما تعجز أقدام العماليق عن دهس جحور النمل في سيرها، تخطئ صواريخ الطائرات وحاملات القنابل أعشاشنا القزمية الحائلة المندسة في أمعاء المدينة. معظم ما انهار من دور في حوارينا زلزلة صوت انشقاق الهواء فحسب أثناء ارتحال القذيفة إلى مستقر لها. كل ذلك وأبي متقرفص في مكانه المفضل بجوار الباب فوق فروة خروف كان قد ذبحه يوم فرحه ليلة دخلته على أمي منذ 30 عاما. ما كاد ينتهي من تدخين السيجارة حتى يسرع بلف غيرها مطمئن البال طالما أن جميع النوافذ مدهونة باللون الأزرق القاتم، وكان يردد مع كل قصف: طيب طيب يا أوساخ يا أولاد الوسخة، افتروا زي ما انتوا عاوزين، ما هي أخرتكم قربت. واد يا حسن، يا ترى ما خدت معها المطبخ كله؟ ما ظنش. ونهضت في الحال، هرولت إلى المطبخ ووجدت كل شيء كما هو: البوتاجاز والثلاجة الثمانية قدم والمطبقية بكاملها والحلل الألمنيوم. أمي التي جبلت على الحنان تركت على سطح البوتاجاز حلة أرز، رفعت غطاءها فوجدتها ملآنة بالكشري بعدس أصفر فوقه 10 بيضات مسلوقة مقشرة ليتعشى بها أبي إذا ما أصر على البقاء، وتأخذها إذا وافق على المغادرة. تذكرت أنني جائع وأن أبي لم يأكل طوال النهار، جئت بالحلة وملعقتين، تقرفصت أمامه وهي بيننا، أكلنا وصوت القصف يزحزح الحلة فنعتقلها بيد الملعقة أو نسندها بيدينا. حاول أبي أن يستدرجني للانبساط وقال باسما: ما فيش أحلى من الموت وانت بتاكل. ثم مسح شاربه الكثيف المسترخي على جانبي شفتيه واعتدل في قعدته. راح يبرم سيجارة من علبته الصفيح الممسوحة المتغضنة وقال: أما بقى لو كوباية شاي قبل الصواريخ ما تفرتكنا، على الأقل نموت ومزاجنا معدول. أنا أصلي بحب السويس دي قوي ياض يا حسن، هي عندي زيكم بالظبط يمكن أكتر، معرفش ليه لكن أهو بحبها وخلاص. كل اللي أعرفه عن تاريخها إن أبويا خدته السلطة، مع ناس كتير عشان يغوطوا القنال، ومرجعش من يومها
يعني أنا ما شفتهوش أصلا. الكلام ده كان حوالي سنة 1910 وكان أبويا لسه عريس. أبوه ما كانش عنده غيره وجوزه بدري عشان يفرح بيه، ويدوبك حط بذرتي وتاني يوم خدوه الغفر ومرجعش. ولما كبرت قالولي وجيت من المنفية على هنا، قلت يمكن ألاقيه واتعرف عليه، جايز تكون واحدة من بنات البندر لفت عليه وخدته. إيش قولك يا واد يا حسن؟ إني قعدت سنين طويلة يتهيألي إني هقابله، وكل ما يصادفني واحد يشبه أوصافه أخد ودي معاه في الكلام، ألاقيه مش هو مع إنه يشبه له في كل حاجة سمعتها عنه. يعني أقول وهو مش هو، لكل واحد أقول هو يطلع مش هو، ومش هو يمكن هو. قل لقيت لي يجي 7000-8000 أب هو ومش هو، لكن حبيت الكنال والسويس، ربنا رزقني فيها وظيفة في الحكومة وتوظفت شغل في المينا بعد الظهر واشتغلت. لولا كده ما كنتش قدرت أتجوز أمكم ولا خلفكم. اديتني كل حاجة طلبتها من ربنا واتمنتها، وأول ما تقع في وكسة زي دي أسيبها وامشي؟ ده حتى تبقى قلة أصل. مش في ناس هنا من أهالينا بيحاربوا؟ دول مش لازمهم حد يخدمهم ويقدم لهم مساعدة؟ إذا كانوا ولاد الأحايب اللي بالي بالك سابوها وهربوا، نعمل إحنا زيهم؟ وتربة أبويا اللي ما شفتوش ما يحصل أبدا أبدا. كنا قد شربنا 3 أدوار من الشاي الثقيل المخروط على الوابور السبيرتو، حينما تناهى إلى سمعنا صوت أذان الفجر يبعثه ميكروفون قادم من جهة سيد الغريب. صاح أبي في ورع وابتهاج: الله أعظم والعزة لله، لسه البلد دي فيها ناس اهو. يا حسن الحمد لله إن ربنا لسه موجود والكنابل ما قدرتش تسكته. إيه رأيك يا ولا نقوم نصلي وندعي يمكن ربنا يعطل الطيارات دي ويهدها شوية؟ ما تخافش هنصلي له هنا، بس نقوم الأول نتوضى. فوجهنا أن المياه مقطوعة عن الصنابير مثلما انقطعت الكهرباء عن المصابيح. أفرغ أبي مياه القلة الفخارية المغرم بالشرب بها في زجاجة من زجاجات الثلاجة حتى لا تضيع في الرشح، ودعا لأمي دعوتين حارتين لما تبين أنها عملت حسابها فملأت بعض الجراكن وركنتها تحت حوض الحنفية. لأول مرة أركعها وخلف أبي، فكانت صلاة مهيبة إلى أقصى حد، وكان صوت أبي وهو يتهدج بقصار الصور التي يحفظها يزيدني رهبة وجدية واقترابا حقيقيا من الله في تلك اللحظة الجهنمية بكل معنى الكلمة. بعدها أخلدنا للنوم في مطرحنا، فإذا بي أجدني مندسا في زحام هائل. تبينت أنه مولد كمولد السيد البدوي، وكنت فرحا نشوانا إذ أجرب قوتي في دفع قطار البومب فتتوالى المفرقعات فأنتقل من التنشين بالبنادق على البومبي أيضا فلا أخطئ الهدف، فأصيح في كل مرة صيحة انتصار ضاحقة فيما يصفق لي المتفرجون. حينما فتحت عيني كانت الشمس تصهر اللون الأزرق على الزجاج تتسرب من مسامه ومن فتحة الباب الذي تركناه مفتوحا. نهضت جالسا فلم أجد أبي بجواري، بحثت عنه في أنحاء الشقة فلم أجده. بيد مرتعشة فتحت شباك المطل على الحارة، فهالني منظر الخراب الموحش في البعيد الذي انكشف أمامي. لم أجد حارتنا، بركة البيوت ركعت على الأرض هديما متكوفا، فانفسح المدى أمامي. رأيت جدران عمائر هائلة تقوست فبانت فراغات الحجرات بما فيها من أسرة ودواليب وغرف جلوس وصفرة، بانت مطابخ ودورات مياه مبقورة البطون انعوجت وتكسرت قامتها، أذرع وسيقان وأدمغة تبرز بين أقوام الهديم، وكلاب ضالة تحوم حولها، حقائب مدرسية وأنابيب غاز، حلل وأطباق مهشمة، أجهزة تلفزيون أمعاؤها في ناحية وصناديقها الفارغة من ناحية، جدران داخلية تظهر من طوابق الفجوات ملونة بالأخضر والوردي والكريم الكالح، معاطف وقمصان نوم علقت أثناء طيرانها في شبكات الهوائيات المغروزة في كثبان الهديم كخيال المآتة. انكسر قلبي، هوت نظراتي تبحث عن أرض حارتنا. نبت من خلف الهديم المواجه رأس سرعان ما تبينت فيه رأس أبي. أخذ الرأس يعلو على رقبة والرقبة تعلو على كتفين مقفعين، ليظهر صدر البدلة الصفراء محاطا بذراعين يحتضنان لفة كبيرة من ورق شكائر الأسمنت تطل منها أوراق خضراء لعلها من شجر الموز أو الخروع.
عندما اكتملت قامة أبي فوق سنام الهديم، صار بإمكاني في وقفتي في شباك الطابق الرابع أن أصافحه، بل صار بإمكانه أن يدلف داخلا من الشباك. ميلت جذعي كله ناظرا في الأرض أبحث عن الباب الذي خرج منه، فإذا الهديم قد أكل مساحة الحارة وامتدت الأحجار وقطع الطوب إلى عتبة بيتنا من الداخل. فحمدت الله أن أمي لم ترى هذا المنظر، وحمدت لها رجاحة عقلها على ضرورة الرحيل في لحظة ملهمة. اقترب أبي كثيرا من الشباك فانخفض قليلا رافعا ذراعيه الطويلين إلى أعلى اللفة، فمددت ذراعي عن آخرهما وتلقفت منه في حرص شديد، فإذا هي كما توقعت لفة سمك طازج سخي شهي، بولتي وبوري وبياض ودينيس. قال بعد أن اطمأن إلى سلامة وصول اللفة في فرح طفولي بهيج: وريني شطارتك بقى يا حسن، فاكر أمك بتشويه زي ما كانت بتعمل بالضبط؟ اعمل، مش بقولك البلد لسه فيها ناس؟ لقيت تلاتة من زمايلي مرضوش يهاجروا، فرحت بيهم وحلفت طلاق تلاتة لعزمهم على الغدا، ساعة ولا ساعتين تلاتة بالكتير وهنيجي نتغدى. اسمع، اسلق لنا شوية رز، ضروري تكون بتعرف. يلا يا ابو علي ما تضيعش وقت. وقفل عائدا يتسلق الهديم يتعثر في نتوءات صلبة، فرحت بوجود شيء انشغل فيه. جعلت استعيد منظر امي وهي تنظف السمك جيدا، تشق بطنه، تستخرج امعاءه وتحتفظ بالبطارخ، تحشو البطن بخلطة الثوم والتوابل، تشعل النار تحت قطعة الصاج العريضة حتى تلتهب، ثم تغمس السمك في النخالة وتضعه فوق اللهب. قمت مثلها بتنقية الأرز وغسله، قلوت حفنة منه في السمن، ثم أضفت البقية وزودتها بالماء وخفضت شعلة النار تحته، وانصرفت لأشوي السمك. فرشت طبق الغرف الكبير بالورق الأخضر، رصصت فوقه السمك المشوي في منظر بديع. كان المطبخ ملتصقا ببلكون صغير محندق يطل على منور البيت، فيصنع مع بلكونة المواجهة تقابلا أليفا حميما. دخلته، ارتكنت بمرفقي على حافة البلكون المبنية بالطوب المغفق بالأسمنت. تذكرت زوجة جارنا الطيبة أم ألفت وهي تنشر غسيلها فوق هذه الحبال التي لا تزال ممتدة حول بلكونهم هذا، وكيف كان يحلو لي استراق النظر من المطبخ إلى جسمها البض وأفخادها وأردافها الممتلئة وقد التصقت عليها الثياب المبلولة بماء الغسيل. أين تراها الآن قد هاجرت بأولادها وزوجها العجوز الذي يعمل كناسا في البلدية؟ أتراها تتحول إلى عاهرة في بلاد الناس والغربة؟ طوال سنين جيرتها لم نعرف لها أهلا ولا بلدا، فأين تكون قد ذهبت وتركت كل شبابيكها مفتوحة يحيط بها الهديم من ثلاث جهات؟ أصبح بلكونها مزرعة للقطط الضالة تتعارق في شراسة وجلبة هائلة. دقت الساعة في مذياع مجهول المكان واهن الصوت، ثم انبعثت موسيقى نشرة أخبار الخامسة، ثم ما لبثت أن اضمحلت تماما. كل هذا الوقت مضى ولم يأتوا الضيوف بعد. حملت طبق السمك ووضعته على حافة البلكون. خيم على المدينة سكون خرافي عميق، ما إن أدركته حتى اندفع القصف، فاستمر بغير انقطاع لمدة طويلة، ارتفع إلى ذروة كثيفة، ثم كف تماما لمدة طويلة جدا. مضيت نحو الشباك أستطلع قدوم الضيوف، جابهني الدمار، تسطع فوقه الشمس المحمرة، ليس ثمة من بشر على الإطلاق. إذا بقلبي يسقط في إثر دوي هائل خلف ظهري، ارتجت له الأرض، لكنه لم يكن قصفا. استدرت فزعا وقد نشف ريقي، غاضت الدماء في عروقي، إنه صوت سقوط شيء ثقيل على أرض المنور. توقعت أن يكون طبق السمك قد اختل توازنه فسقط. اندفعت أجري إلى البلكون، وجدت الطبق كما هو في مكانه، وطابور من القطط يقعد متحفزا في مواجهته على حافة البلكون. نظرت في أرض المنور، رأيت قطة سمينة مجندلة على الأرض فاقدة الحياة رافعا أرجلها إلى أعلى، فعرفت أنها حاولت القفز من بلكونة جارتنا إلى طبق السمك، فلم تقوى على قطع كل هذه المسافة فسقطت في الفراغ مهشمة الرأس. عدت إلى الشباك أنتظر، إن هي إلا دقائق، حتى هزني الدوي ثانية بنفس القوة، فاندفعت أجري، فإذا بقطة أخرى حاولت نفس المحاولة، فلقيت نفس المصير. ما كدت أعود إلى الشباك واستقر في وقفتي حتى دوى الهبد مرة ثالثة، فلم أتحرك،
ثم رابعة فخامسة فسادسة. في المرة السابعة قررت نقل السمك إلى داخل المطبخ. وجدت طابور القطة مجند لكنه على أرض المنور فاقد الحركة، وثمة طابور آخر يتهيأ قادما يتسلل من داخل شقة الجارة المهاجرة. وكان القلق يرتفع في داخلي، يدق رأسي بمطارق حادة، وثمة رائحة حريفة تقبل من مكان ما منذ ساعات مضت فتطبق على صدري، تصيبني بالكآبة والرعب القاتل. رائحة شواء هي الأخرى، شواء جلد بشري يحترق. الشمس في الخلاء قد اصفرت ثم شحبت، ورائحة الاحتراق قد سكنت كل شعرة في أنفي. شعرت أن البيت يضيق حولي، تتقارب جدرانه، تكاد تسحق عظامي، تكاد تسحق عظامي بينهما. بحثت عن صندلي، وضعته في قدمي على عجل. نزلت، خرجت بصعوبة من باب الشارع الذي كان الهديم يزحف عليه شيئا فشيئا حتى كاد يسده تماما. تسلقت الهديم، مضيت فوقه، هبطت من الجانب الآخر، بحثت عن الشارع الموصل إلى بوفيه سوكا حيث يتجمع عمال السكة الحديد. عجز رأسي عن استعادة الخريطة القديمة، لكنني مشيت في كثير من المنعرجات، والرائحة الكريهة تتعاظم. اصطدمت بجثة متفحمة تماما على بعد أمطار منها، تعثرت على جثة أخرى سيحتها قنابل النابالم، فبدت كالبيض المقلي النازل لطوه عن النار يطش في الدسم. أدرت بصري عنها بسرعة، فصدمني منظر جثة ثالثة تكورت على نفسها شوهاء في حفرة عميقة. على مقربة منها أشلاء مبعثرة على مساحات متباعدة. بقلب مهترئ سرت أنحني على كل شلو من الأشلاء، أتفحصه بعين ثاقبة هالعة. كانت هي الأخرى تكاد تتحلل، وصوت أبي يرن في أذني، أقول هو يطلع مش هو، ومش هو يمكن يكون هو. اختطفت عيني فردة حذاء مرمية إلى بعيد، جريت نحوها، رفعتها، إنها تشبه حذاء أبي. أرعدت السماء فانبطحت أرضا، وطارت فردة الحذاء، وامتلأت الدنيا كلها بالغبار والدخان. ما إن سكت صوت القصف حتى قمت مسرعا أجري نحو فردة الحذاء، يحدوني الأمل في التعرف عليها جيدا. ثم أخذت أجري بأقصى سرعة، يفضي بها الهديم إلى شوارع مرصوفة تفضي إلى هديم، حتى خرجت عن المدينة في اتجاه الطريق الزراعي. وبعد ساعات طويلة من اللهاث المضني أفقت على نفسي جالسا في عربة من عربات الأرياف متجهة إلى بلدة دمليج، ممسكا في يدي بفردة حذاء كالحة. تمت بحمد الله.